تتبادل الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية مع كوريا الجنوبية واليابان حول استعدادات كوريا الديمقراطية لإطلاق صاروخ بعيد المدى. ونقلت وكالة أنباء يونهاب لكوريا الجنوبية عن مسؤول عسكري في البلاد لم يكشف عن اسمه أن الدول الثلاث عقدت يوم الجمعة اجتماع فيديو مغلقا على مستوى نائب الرئيس. وقال المسؤول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تبادلت الاستخبارات حول صاروخ كوريا الديمقراطية بعيد المدى في إطار اتفاق لمشاطرة المعلومات الاستخباراتية الذي تم توقيعه عام 2014 بين الدول الثلاث من أجل كشف وتعقب أي إطلاق ممكن للصاروخ من قبل كوريا الديمقراطية. قد نشر جيش كوريا الجنوبية وسائل المراقبة مختلفة بما في ذلك مدمرات مزودة بنظام إيجيس ورادار غرين باي الأرضي وطائرة بيس اي للإنذار مبكر.